قناة موسوعة علوم كامبريدج ترحب بالطلاب وتدعو الجميع للاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. لا تنسى اللايك والتعليق بما تريده في الفيديوهات التالية، على أساس اللي احنا نوفرك مادة تعليمية مناسبة ليك. بكم نرتقي، ويلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمرين 2-7 دورة حياة النبات من التمارين القوية اللي بتحتاج تركيز الطالب عشان يستطيع ان يحل. الطالب يجب يركز، ركز كده عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة. بيقول رتب العمليات التي تحدث في دورة حياة نبات اليقطين باستخدام الارقام من 1-7. ياريت تفتح النشاط ايضا معي في كتابك عشان ازاي نرتبها، وهنستخدم الكلمات الموجودة في الصندوق ديت لتسمية كل عملية في دورة حياة اليقطين. طيب احنا عاوزين نستخدم الكلمات الاول، ايه الكلمات المناسبة لهذا الجزء؟ نصغر هنا شوية عشان الكلمات تصغر معنا. هل يشترط ان انا اعرف الكلمة المناسبة من دول تحت الصورة دي؟ ليس شرطا، او الكلمة تحت، ممكن تبدأ تختار الكلمة التي تتهيأ لك. هعتبر نفسي معك طالبا، وساعة ما اشوف مثلا انا هبدأ من هذه الكلمة. هنا في نحلة وجاية هنا، يبقى هنا ايه العملية اللي جاية فيها تعملها النحلة؟ اللي هي التلقيح. يبقى انا هبدأ من هنا واكتب التلقيح. مفيش اي مشكلة، انا ببدأ بالسهل بالنسبة لي. انا شايف مثلا ان دي انا دارس ديت في عملية انفجار، يبقى انتشار البذور، انتشار البذور. انا عاوز بس اعرفك اللي انت ممكن تبدأ من اي مكان. يبقى احنا نلغي التلقيح، نلغي انتشار البذور مؤقتا. نشوف هذه لو انت نظرت ليها، ان هنا في بذرة وبيحصل هنا عملية انبات، يعني الجذر بينزل لأسفل والساق لأعلى، يبقى دي عملية الانبات. يبقى نشيل معانا عملية الانبات. لو جينا نشوف هذه الرسمة نلاقي زهرة ورقة، يعني ظهور الأزهار، يعني ناخد الأزهار. نجد هنا ورقتين فقط، يعني أكنها بعد الإنبات مباشرة حدث إن بدأ تظهر عملية النمو. ناخد النمو، يبقى ده النمو تناسب هذه الصورة. النمو أصبح أمامنا الاتنين دول، واضح إن دي ممكن نسميها إن حدثت عملية الإخصاب. أما هذه فتكون تكوين الثمرة والبذور لأنها صارت ناضجة. تكوين الثمرة والبذور. أما بنعرف معنى الكلمات هنجد الأمر سهل، فتكون هذه هي واحد الإنبات. بعد الإنبات بيحدث النمو وتنمو، ثم تكون زهرة. بعد الزهرة بيحدث لها تلقيح. بعد التلقيح بيحدث لها إخصاب. بعد الإخصاب بتتكون الثمرة والبذرة. بعد ما تكون الثمرة والبذرة بيحدث عملية الانتشار. يبقى الإنبات عرفناه من خلال الجذور اللي أسفل والأوراق لأعلى. الإنبات بعد الإنبات بتبدأ تتكون أوراق، فبيحدث عملية النمو للنبات. بعد النمو النبات تبدأ تتكون الأزهار،
بعد ما الزهرة تتكون تيجي الحشرات بقى حواليها فتحدث عملية التلقيح. التلقيح يؤدي إن حبة اللقاح تتجه مع من المتك للميسم فيحدث الإخصاب. بعد الإخصاب بتتكون البذرة والثمرة. بعد تكون البذرة والثمرة تبدأ البذور في عملية الانتشار. لو طالب آخر بدأ يفكر بتفكير تاني، تفكير آخر لمثل هذا المثال لأهميته، إنه هو يشوف كل واحدة بالترتيب عادي. لو هو طبعا طالب شاطر متمكن بيجد إن لو بدأ بهذه الرسمة، هل هذه الرسمة تتفق مع تكوين ثمار؟ لا، إخصاب. يجد إن هذه الرسمة فيها الأزهار، الزهرة، يوم كاتب هنا الأزهار. الرسمة ديت مفيش فيها أي ثمار، أقصى فيها اللي هو عملية النمو، بتنمو، عمليات النمو. هذه الرسمة إن هي فيها ثمرة ومكونة وفي لسه ورقة، يبقى دي في مرحلة الإخصاب. دي من الأرض والإنبات، يبقى دي الإنبات، الأرض موجودة فأعلى وأسفل، يبقى دي عملية الإنبات. دي لو كان في صعوبة ممكن يتركها لأنها لا تحدد، ممكن أحيانا بصورة مع هذه، ولكن دي بتدل على في نضج أكتر للثمرة. دي بداية، دي خلاص نضجت والورقة وقعت، يبقى هنا تكوين الثمار والبذرة، تكوين الثمرة والبذرة. دي طبعا واضحة خالص انتشار البذور، دي واضحة جدا من النحلة اللي هو عملية التلقيح. فهو الاختلاف بين الاتنين دول بنعرفهم ازاي؟ ان بعد الاخصاب الاوراق بتسقط خالص وسقطت اهيت، يبقى دي تكوين البذرة والثمرة، ومن ثم بتعرف ان دي بيحدث انبات ثم بيحدث نمو ثم ان الزهرة بيبدأ لها عملية التلقيح، وبعد التلقيح بتخصب، وبعد التخصيب بتكوين الثمرة، بتكون الايه؟ الثمرة والبذرة. بعد ما تكون الثمرة والبذرة بتحدث لها عملية الايه؟ الانتشار. ركز في العمليات وحاول تكررها، نفس السؤال يعني يعرفهم بقى كتاب كده، اكتبهم لنفسك كده، يا ريت تكتبهم: انبات ثم النمو ثم تكوين الازهار، بعد تكوين الازهار بيحدث عملية التلقيح، بعد عملية التلقيح يحدث عملية الإخصاب، بعد عملية الإخصاب تكوين الثمرة والبذرة ثم انتشار البذور. كررهم أكثر من مرة لأهمية هذا السؤال وإن هو يثبت معاك في راسك. من المعروف والشكر الجزير للطلاب الأوفياء، دول الطلاب اللي هم عندهم نوع من الاستمرارية، عندهم نوع من الصبر في التعلم، اللي هم راغبين في تعلم جيد، تعلم جيد. دول الطلاب دول اللي ما بينسوش معانا الاشتراك، ما بينسوش اللايك، المشاركة الفيديوهات حتى تتم المعرفة، اللي بيبدوا دايما بآرائهم لنا على أساس إن احنا نربي جميع الرغبات.